المهم الاخوان باغي ندير لكم فيديو في السوق ديال الحد ديال اكادير. المهم الاخوان تنتظروا انني كنت باغي ندير لكم فيديو في السوق ديال الحد ديال اكادير ولكن للاسف تعطلت، يعني تعطلت في الترونسبور، ما لقيتش، يعني لقيت الناس جمعوا طواو، يعني اللي بيبيع بي معاه اللي بيشري شرا، الناس يوصلوا ديرهم حكوا شغلات هما يلا غادي للسوق. ولكن الاخوان ماشي مشكل، يعني دوزنا بقيتها زوينه وهادشي. احنا دابا في لامارين في اكادير والجو هنا مبرع في سر، هادشي اللي كاين. الاخوان اللي اول مره تيشوف القناه مرحبا بكم في القناه، ما تنساوش داك البوطون الاحمر تورك عليه واللي رمادي، وداك الجرس فيه عليه يكون عنده جوج شرايطات وجيم بوم بي جيم بوم بي بوم بوم بي لايك. هادشي اللي كاين الاخوان، ان شاء الله باقي جديد. يعني كنت باغي ناخذ لكم شي ظويرات زوينين ولكن نرجع في الله، نرجع في الله ما عندنا ما نديرو. يعني مشينا للسوق ولقينا كلشي ماشي جميع هادشي اللي كاين. نتمنوا خير من الله سبحانه وتعالى، يعني الفيديو القادم ان شاء الله يكون في مدينه اخرى. بيس ليكم، راه بالتعاون ديالكم لينا تنستمروا في النشر الجديد، تنحاولوا ديما نجيبوا لكم فيديوهات جداد. تنعتذر على هاد جوج الفيديوهات اللي كانوا ما باينش فيهم، ما هضرتش فيهم على الطيور ديالي نظرا لبعدي عنهم، يعني خليتهم في البلاد، يعني خليتهم في مراكش في الدار، وانا دابا كاين في اكادير. تحيه للناس اكادير اللي تتبعوني من هذا المنبر، تحيه لبال حسين. السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في مدينه اكادير. نديرو في اكادير، اكادير الجو ديالها ولاف وطبعا عندها زينه تبارك الله، سعدات الناس اكادير باكادير كي تيقولوا. يا سلام، راه اللي جا لاكادير بيدور، راه الا ما جاش لهنا راه ما شافش اكادير، ولا الا طلع لفوق هنا فوق هاد الجبل هذا فوق كاع. هذا ما كان الاخوان، وهنا راه بالنهار الا كانت ضربه الشمس راه تشوف الحوت هنايا. غنشوفوا الا بان شي حاجه راه غادي نصورها لكم. فين هي؟ ممكن ما تبانش، المهم تيكون الحوت هنا بالزايد، يعني المناظر زوينه والجو نقي. اكادير صراحه الله ما تلقاش شي مدينه تشبه ليها من ناحيه الجو ديالها ولا شي حاجه. المهم اليوم وقع ليا بلان 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 خايب كاع ما غاديش نقولوا غير بلان خايب وار. وانني كنت من اليوم معول انني نمشي لسوق الحد ديال الطيور وتعطلت ملي وصلت لتما لقيتهم مسالة وجمعوا طواو، كل واحد مشى فحالو. هذا مكان وهنا تستمتع تاني الناس، يعني اللي عاشقة للطيور وتضرب الطيور بهذا الطائر، على طائر النوراس النوارث. وهذا الشيء اللي كان الاخوان وتن الناس ديال اللي تيفكروا انهم يسافروا تنشجعهم. انا على ما جيني تاكادير، ما جيني تاكادير الجو ديالها ولاف بلا ما تقولوا لي تاني شي اشهار ولا شي لعيبه، ما كاين لا اشهار لا والو، غير من وجهه النظر ديالي انايا ان اكادير ولافه. دوزت فيها 4 سنين وفوق تما بغيت نسافر خصني ندوز من اكادير، يعني هادشي اللي كاين. يلا الاخوان نتحركوا شويه في سميتها هادي، من كاين المحلات هنايا هادشي ديال الكوار داكشي، ولكن هادشي طيب اللي غالي، يعني ماشي ديال المسكين. هنا كتكون دريويش وهنا ما يصلح لك تدخل هاد، الا بغيتي تشوف بعويناتك ما تشريش
هذا مكان الاخوان والاخوات ما نساوهمش حتى هما. المهم الناس اللي تيتفرجوا فيا راه الى قلت الاخوان يعني تنجمع كلشي الاخوان والاخوات. وما تنساوش الدعم ديالنا اللي اول مره تيشوف القناه يعني يتابونا في لاشين ويفعل زر الجرس باش يوصلوا جميع الجديد. وسمحوا لي راه سميتو يعني تندير دابا درت هذا الفيديو القصير يعني نظرا انني بعيد على الطيور. هادشي اللي كاين يعني اما كون ما كنتش بعيد على الطيور غادي نصور لكم طويرة ثانية ولا موضوع جديد ولا شي حاجة. المهم الاخوان الناس اللي تشوف هذا الفيديو هذا ولا اللي كاينه في اكادير ولا اللي تشاهدني من اكادير ولا شي حاجة دير شي كومونتير زوين باش نعرف الناس اكادير شحال من الناس ديال اكادير تيتفرجوا فيها ومتبعيني. وحاجة اخرى الناس اللي باقي متبعين القناة المهم غادي يعني الا كان عندكم شي موضوع بغيتي نهضروا عليه ولا شي تساؤلات ولا شي حاجه حطوها ليا في الكومنتات. ان شاء الله غادي نديروا عليها فيديو كيف ما كان الحال غادي ندير عليها فيديو يعني هذاك الشيء على الطلب ديالكم الاخوان والاخوات ما يبقاش فيهم الحل حتى هما. يعني اي واحد طاحت ليه شي فكره على باله في تربيه الطيور والحيوانات الاليفه مرحبا به حط لينا كومونتير نقول لك خويا يوسف هضر لينا على موضوع فلان فلان فلاني وغادي نهضروا عليه ان شاء الله باذن الله.